الخلافة العثمانية كانت من نعم الله تبارك وتعالى على هذه الأمة، لأن الخلافة العثمانية جاءت في وقت عصيب جدا على العالم الإسلامي. يعني لولا الخلافة العثمانية كان ممكن العالم العربي يكون الآن مثل أمريكا اللاتينية وأمريكا الجنوبية. أنت تعرف أخي أحمد، دولتين اللي حملوا لواء التوسع الأوروبي، والبرتغال وإسبانيا، اكتشفوا مش اكتشفوا الأمريكتين، استعمروا الأمريكتين، استعمروا الساحل، بس كان اسمها زهراء ماليزيا الفلبين. نعم. ففي ذلك الوقت كان الغزو الأوروبي غزو في غاية الوحشية، غزو استئصال وإبادة. يعني حتى حضارات أمريكا اللاتينية، حتى لغات الناس اللي هناك، تم إصدار قوانين بمنع التكلم باللغات الأصلية، هو يا إما تتكلم إسباني أو برتغالي فقط. إنهاء الحضارات، يعني إبادة الزعامات، وتاريخ إسبانيا والبرتغال في محاكم التفتيش تاريخ في غاية الشناعة. قتل يعني الهنود الحمر الأهل، يعني أهل ما احنا أمريكا الأصلية. ما احنا بنتكلم في عمليات استئصال وإبادة واسعة. نعم. وبنتكلم حتى في استعباد الأفارقة، لأنه بعد كده حصل يعني استعباد للأفارقة ونقلهم إلى العالم الجديد اللي هو الأمريكتين. في ذلك الوقت كان العالم الإسلامي في قلبه قد ضعف، وكانت سلطة المماليك قد ضعفت، وبدأ البرتغاليين يفكرون في الدوران حول قارة إفريقيا والدخول من البحر الأحمر لهدم مكة والكعبة ونبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. يعني احنا بنتكلم في مرحلة من أخطر مراحل التاريخ الإسلامي، وهذا التهديد هو من أخطر التهديدات التي مرت على التاريخ الإسلامي. لو لم يكن في ذلك الوقت الدولة العثمانية قائمة، كان السواحل العربية شمال إفريقيا ستصير مثل السواحل الإفريقية ومثل السواحل الأمريكية، مرحلة الاستئصال والإبادة. الدولة العثمانية جاهدت في أربع جبهات، وأحيانا جاهدت في الأربع جبهات في نفس الوقت. يعني الدولة العثمانية كانت تحارب روسيا في الشمال، وكانت تحارب في شرق أوروبا، وكانت تحارب عند الخليج العربي وخليج عدن، وأحيانا كانت تحارب في الهند، وأحيانا كانت تحارب في السواحل الإفريقية الشمالية. وأستاذ للدولة العثمانية وهو فتح القسطنطينية، وهذه البشارة النبوية: لا تفتحن القسطنطينية فلنعم الأمير أميرها ولنعم الجيش ذلك الجيش، للدولة العثمانية. فهذا إنجاز تاريخي ضخم، ولكن يعني أكاد أقول لولا أن فتحت القسطنطينية في ذلك الوقت لم تكن لتفتح، وما تزال حتى الآن أرض إسلام والحمد لله رب العالمين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تعود إلى سابق عهدها. يعني فالدولة العثمانية جاءت في وقت أنقذ الله بها العالم الإسلامي من ضياع محتم ومن تهديد خطير، وصل إلى حد هدم مكة ونبش قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ويعني من الأمور التي قد لا يعلمها كثيرون أن الدولة الصفوية في ذلك الوقت كانت متحالفة مع الإسبان والبرتغاليين. نعم، دولة الفرس. طيب،